تتميز العلاقات الثنائيه بين مصر والمجر بالتعاون الوثيق الذي يعود الى سنوات عديده. وتعكس العلاقات بين البلدين حرص مصر على تعميق وتوسيع نطاق التعاون مع جميع الدول. على مدار السنوات الماضيه شهدت العلاقات المصريه المجريه تطورا كبيرا في ظل التقارب بين القاده والزيارات المتبادله التي عكست قوه ومتانه العلاقات بين البلدين. مصر والمجر ترتبطان بعلاقات تعاون متميزة على مختلف المستويات حيث تعد المجر من أوائل الدول التي أيدت ثورة الثلاثين من يونيو وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال تهنئته للرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وتعتبر بودابست مصر شريكا استراتيجيا في إطار سياسة المجر الخاصة بالانفتاح نحو الشرق المواقف المجرية في المحافل الاقليمية والدولية تعكس تفهما كبيرا لتطورات الاوضاع في مصر والتحديات التي تواجهها وقد شهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك في ضوء الزيارات المتبادلة على اعلى المستويات منها زيارات الرئيس السيسي للمجر واخرها في اكتوبر من عام 2021 للمشاركة للمرة الثانية في في قمة فيشغراد وزيارة رئيس المجر يانوش أدير لمصر في نوفمبر من عام 2019 وعلى المستوى السياسي تحرص المجر على اتخاذ مواقف متوازنة وتأييد رؤية مصر إزاء قضايا السلام في الشرق الأوسط وتعكس تصريحات كبار القادة والمسؤولين في المجر تقديرهم البالغ لدور مصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة فضلا عن دورها على الساحة الدولية. إهتمام كبير توليه مصر نحو العلاقات الثنائية مع المجر على مختلف الأصعدة والاستفاده بما تتمتع به المجر من امكانيات اقتصاديه وتجاريه واستثماريه ملموسه فضلا عن ان تعزيز العلاقات بين البلدين يسهم بدوره في تعزيز مجمل علاقات التعاون مع الاتحاد الاوروبي ككل